في العادي ب 20 جنيه مره بتباع ب 28 30 جنيه. وعندي السكر البني والسكر الخام اللي هو قبل التكييف ده ب 28 جنيه مره بتباع ب 40 جنيه. وعندنا طبعا حلاوه تخميه 55 جنيه 650 جرام. جرام ب 55 ودي الطحينه 130 800 جرام و 140 ودي من 60 ل 55. تمام. في بسكوت بسكوت شاي وعلبه دي 41 فيها 24 باكو. وفي طبعا عصاير عصير مانجا ده ب 7 جنيه. في حلاوه المولد كيلو ب 80 و2 كيلو ب 175 و3 كيلو ب 285. في المربى دي مربى التين اللي هو اللي تحت دي مقلاش بقى تصدق دي مربى التين دي ب 29 كيلو و 850 جرام البرطمان الازازه ب 16 جنيه. يعني ان ده الكيس بجنيه والعلبه هو جوه فيها 50 ب 50 جنيه. بس في بقى العطور اللي هو اسمه الشراويشي عليهم خصم 20%. طب بالنسبه للتخفيضات السنه دي عن السنه اللي فاتت في فرق كبير ولا؟ بص حسب ما انت خلي بالك الاسعار السنه دي غير السنه اللي فاتت. مش السنه دي من شهرين ثلاثه الاسعار غير السنه اللي فاتت. سكر السنه اللي فاتت كان تقريبا يعني 14 50 هو كان بره ب 20 هي نفس النسبه يعني. طب في عندك تخفيضات ثانيه على المنتجات غير السكر طبعا؟ كل المنتجات عليها تخفيض بس هو اكثر نقطه للسكر. اكثر حاجه عندك عليها اقبال هي السكر. السكر السعر بره 30 السعر عندك 20 30 28 وبره ممكن 28 هتلاقي 900 جرام عندك. أوه. كيلو 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 كامل. طب بالنسبه لاقبال السنه دي عندك عامل ازاي؟ اه بصي الاقبال طبعا بيبقى اهل رمضان اكتر من السنه اللي فاتت برضه بقى احنا عاملين اسكان اكتر شويه تقريبا. الناس هنا دلوقتي تنزل في الدور الاولاني تجيب حاجات المدارس حاجه غاليه شويه ممكن فاهم ايه ممكن ما بنطلعش قوي كتير عشان نجيب حاجه لكن الدنيا شغاله برضه يعني. طبعا طبعا تبع الشركه العامه لمخابز التجاره والخبره تبع وزاره التموين وشركه كابل. اسم دنيا. بتشاركوا السنه دي لاول مره في المعرض ولا شاركتوا قبل كده؟ احنا شاركنا قبل كده بس طبعا لاول مره الناس بتشارك. الحلقه اتغيرت دلوقتي. اسعارنا تخفيضت على مره دلوقتي بجودات اعلى. عندنا عده زي كده دي بتبدا من $85 طبعا سعر في متناول الجميع. دي علبه كده دي كيلو على بعضها ولا بتكون اقل من الكيلو؟ لا دي كيلو دي برضه كيلو دي كيلو. يعني الاسعار بتطلع عندنا من 85 100 200 300 150 طبعا باحجام مختلفه. انا عندي العلبه دي 3 كيلو 3 كيلو دي ليها سعرها 350 تمام. دي عندي 2 كيلو دي سعرها 200 دي 200 دي 200 2 كيلو دي 2 كيلو ودي 2 كيلو كرتون كرتون دي كرتون انا عندي علب بيه وعندي علب كرتون. مفيش خشب؟ لا خشب لا عندي بنستعمل البيه والكرتون لان البيه مثلا بتبقى مثلا لو واحد رايح لخطيبته هو واخدها للضيوف حد بيهدي بيها حد. الكرتون ان هي بتتعمل معاك كله وتمشي مع الكل يعني. طب عندك ايه تاني بتعرضيه في الفرع؟ عندي طبعا عندي نواشف عندي جدولات وعندي كرات عندي الكرات بتبدا من 135 جنيه طبعا يعني الجوده بتاعتها والله العظيم جميله جدا. بتاعت الجوده بتبدا من 15 التخفيضات بره عن ارخص الاسعار بره بكام مثلا لو هنقول يعني نسبه؟ يعني مثلا انا عندي النص هنا ب 40 احنا بنبيعه ب 35 عندي مثلا الفيش ب 22 الربع بنبيعه ب 17 ونص.
عندي جميع الأحجام. هل في عندك حلوة مولد بس اللي هي بتبقى قطع ولا علب على بعضها؟ لا هي كلها علب على بعضها، علب مغلفة جاية من المصنع على إيه. في رز ومكرونة وكده السنة دي؟ عندي مكرونة وعندي دي بتاعنا أصلا بيتعامل في جميع كل حاجة. مكرونة بقى من كام لكام؟ مكرونة عندي كده 8 كده من 10 من 10؟ نص كيلو. قولي نص كيلو يعني. نص كيلو. والدقيق. وعندي الدقيق ب 18. تمام ماشي. في رز بقى او في اي مكونات ثانيه؟ احنا شغالين في الدقيق مكرونه. طبعا الرز بقى من سكر وكده في منافس التموين بتاعتنا بره. تمام ماشي.